عاملة زي القطر، كل سؤال شادد وراء سؤال أصعب، لكن كلها من غير إجابات. وعلى الرغم من إنه عارف إن عقلك اللي هو اداهولك مش هيعرف يجاوب، إلا إنه أراد إنه يديله القدرة على إنه يسأل ويطلب بإلحاح الإجابات. ليه اداله القدرة على إنه يسأل أسئلة أصلا ملهاش إجابات؟ مهما قربت هي بعيدة، هيخدعك، هيحسسك إنك بتقرب. إحساسك بإنك بتقرب ليه لازم ممتع، وكأنك بتجرب حاجة لأول مرة. كل ما اقترب هيبعد،